نبدأ دلوقتي نتكلم على الكربون دايوكسيد جاس سنسور، اللي ساعات بعض الناس بتسميه كابنوجرافي، اللي هو نتيجة لأن هو بنتكلم على الكربون دايوكسيد. فبيسكلي الطريقة الأساسية اللي بتستعمل في المجال دوت بالنسبة للميديكال أبليكيشنز هي حاجة بنسميها الانفراريد ابسوربشن سبكتروسكوبي. الفكرة فيه بتعتمد على إن كل واحد من الغازات اللي مستعملة في كل الغازات عموما هنلاقي ان لها absorption spectrum مختلف بالنسبه للضوء. الحقيقه الناس لقت بالنسبه للغازات اللي بتستعمل في الانسان، يعني عاده لما بنتكلم على غازات بتستعمل في الانسان بنتكلم على الكربون دايوكسيد، بنتكلم على النيتروس اوكسيد في مثلا حاجه زي الانستيزيا اللي هي التخدير، بنتكلم على الهالوثين، الحاجات اللي زي مثلا الحاجات المواد اللي هي بتستعمل برضو في التخدير. والحاجات دي كلها الحقيقه لقوا انها كلها بتبقى لها absorption spectrum موجود عندنا في الانفراريد. فمعنى كده ان احنا ممكن يبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده، في عندنا absorption spectrum هنا لل CO2 مختلف عن النيتروس اوكسيد ده بيستعمل في التخدير، وفي عندنا هنا طبعا غازات التخدير بتبقى موجوده عاده في الاماكن اللي زي كده. فبالتالي الاكسجين طبعا مش موجود، يعني الاكسجين ممكن يبقى موجود في الفيزيبل بس ما هوش موجود في الانفراريد. فبالتالي لو انا جيت دلوقتي حطيت انفراريد سورس، والانفراريد سورس ده حطيت فلتر عشان اخد بس الجزء اللي انا عايزه اللي هو بيمثل CO2، ودخلته بعد كده على حاجه اسمها جاس كيفات. جاس كيفات دي تبقى عباره عن حاجه يا اما تبقى بالشكل ده كده، يا اما ممكن ساعات تبقى هي يعني بيسكلي الاباراتس دي موجوده حوالين التيوب نفسها زي ما موجود عندنا في السنسور ده. في كل الاحوال بنعدي الضوء في السامبل الموجود عندنا، يعني هنا دي عباره عن جاس سامبل موجود عندنا من الانسبيراتور بين الاكسبيراتوري اير بقى، لان احنا بنتكلم عن سي او 2. وبالتالي بنقدر هنا نقيس الضوء اللي عدى من السامبل، وعن طريق ان انا عارف الفوليوم بتاع السامبل، عارف اللينث بتاع السامبل، وعارف ان انا الضوء اللي داخل الانتنس بتاعته كام اي نوت، والضوء اللي خارج الانتنس بتاعته اي، بقدر استعمل البير لامبرت لو اللي هو بيقول لي ان الكونسنتريشن بيساوي الابسوربشن كونستانت، بيبقى عباره عن في كونستانت هنا موجود مضروب في لان اي نوت على اي. فبقياس اي واي نوت بقدر ان انا احدد بيسكلي كونسنتريشن بتاع سي او 2 هنا بيساوي كام. الميزه بتاعت السيستم ده طبعا ان هو يعني بيسك زي ما حضراتكم شايفين، هتلاقوا ان هو مش محتاج ان يبقى فيه اي حاجه داخل التيوب نفسها، يعني ممكن احط الحاجه دي خارج التيوب خالص. ممكن اعملها بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده، يبقى التيوب نفسها اللي ماشي فيها الاكسبايرد اير السنسور راكب حواليها، او ممكن ان انا يبقى في عندي باي باس موجود عندنا، يعني اخد باي باس كده من الهواء اللي خارج وادخله في الكيفات دي واقيسه. والحاله الاولانيه دي بنسميها المين ستريم سنسور، الحاله الثانيه دي بنسميها سايد ستريم سنسور. يعني سايد ستريم معناه ان هو بياخد اي زي ما يكون مثلا اكن في طريق رئيسي مثلا وفي طريق فرعي، انا باخد بحط السنسور بتاعي في الطريق الفرعي واسيب الطريق الرئيسي ماشي زي ما هو. هنا في السنسور اللي موجود عندنا المثال دوت ده بيبقى بنتكلم على ان هو بيقيس بيقيس من المين ستريم على طول، مش محتاج ان انا اعمل سايد ستريم. الحقيقه الكلام ده بيستعمل او السي او 2 سنسور بيستعمل في حاجه بنسميها الان تايدل سي او 2 سنسور. انت ده سي او 2 ده في بعض الاجهزه الحقيقه بيستعملوه علشان يقدر يكستمايز، او يقدر في الانتليجنت سيستمز يقدر يكستمايز المود بتاع الفنتليشن، لان هو ده بيقيس لنا الافشنسي بتاعت الجاس اكسشينج، وبالتالي بمعلوميته بقدر احدد بعض البارامترز في الفنتليشن مود. فالحقيقه ده واحد من الحاجات المهمه، بس الحقيقه زي ما بنتكلم كده في موجود في بعض الاجهزه بس مش موجود في الاجهزه الاخرى. في بعض الاحيان الان تايدل سي او 2 مش بيبقى داخل جهاز الفنتليتور، ممكن يبقى تابع لجهاز المونيتور، يبقى واحد من الحاجات اللي انا ببص لها في المونيتور مش في الفنتليتور. بس في اجهزه الفنتليتور اللي هي بنتكلم على الكنترول بتاعها بيبقى انتليجنت، عاده بتحتاج ان يكون موجود.